أخيرا مع اللعبة المنتظرة اللي كان نفسي أجربها، علشان هيك جبتها علشان نلعبها مع بعض أول مرة كمان بفتحها معاكم. أقسم بالله ما فتحت اللعبة ولا أعرف عنها شيء، تمام؟ فقلت لازم ألعبها معاكم. ما راح نطول بالرغي، انزل تحت لايك واشترك في القناة لو انت جديد معانا ولسه مش عارفنا، اكيد حتعرفنا بالالعاب الاسطورية اللي قاعدين ننزلها. انزل تحت واشترك في القناة ولا تنسى اللايك، ويلا بينا علشان هذه اللعبة الحماسية. حرفيا هذه اللعبة عبارة هيك باختصار باركينج. يس، راح يكون في عنا باركينج، اللي بده يوقف سيارته بده يدفع فلوس، من غير فلوس ما في توقيف سيارات، تمام؟ ليتس جو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا. وهذه المنطقة أعتقد اللي راح يكون فيها باركينج لإلنا. طبعا الباركينج هذا راح يخلينا نجمع فلوس. أول شيء ما يعطينا، شايفين الزاوية هناك، في مهمات لازم نعملها. Get access to a computer in the office. أصلا وين الأوفيس؟ أعتقد هذا الأوفيس صح؟ يا جي أوه والله شباب اللعبة طويلة راح تكون. شوفوا أصلا رميتهم على الأرض ولا؟ أو ماي جاد. إي أوكي، الباركينج أريا 1 بيرتشيس كونكريت أراوند جراوند فور فيرست باركينج أريا. طيب يعني نشتري هذا. أوه ممكن نعمل له خطوط كمان ولا ايش؟ اوبن معانا هاي، معانا هاي، هاي ب 1000 واحنا معانا بس 5000 وحاليا معانا 4500 فقط. طيب يعني ممكن نطلب السياره هذه ب 150 وتيجي تشيل، ولكن قبل راح نشوف بيرتشيس كونكريت. يا ريت من وين؟ هذه يمكن جراوند كونكريت. اوكي بيرتشيس Purchase one or more white paint. هذا ال white paint يعني ground أسفلت. أسفلت يس. وين ال من وين أشتري؟ shop. ال white paint هذا بميتين الواحد. one or more. أشتري اثنين. طيب. شرينا اثنين. طيب شرينا اثنين، تعالوا نطلع. يا ريتني طلبت هاي السيارة اللي تلمس. يا قاعد يتكلم عن التراش. نطلب السيارة اللي تلم الزبالة اصلا. ايش رايكم؟ يا خلينا نطلب الزبالة. بعدين نروح نشوف ايش ممكن نعمل. ب 150. بس مش مشكلة، 150 تيجي تلم الزبالة كلها مرة واحدة وتريح راسك. هذه جاية السيارة. ليتس جو. لا تقول لي بس انا المهم بيدي واحطهم. هاي الكونكريت اريا تبعنا، هذه راح نوقف السيارات هون. ليتس جو. انباك ديليفرد. وين الديليفرد؟ هذول؟ لا اكيد. وينهم؟ طيب وصلت السيارة، هم راح ينزلوا ياخذوا ولا احنا راح؟ الو؟ الو؟ ايه اغراضنا. I've got to keep an eye on business. ايه كيف اشيل اغراضنا اصلا؟ كيف؟ تعال. الو؟ اوكي بيحكي لي انه وصل اوريدي. هذه زبالة صح ولا؟ دليفري ارايف. اخاف هذه اغراضنا. بيك اب. لا والله شباب مش عارف، يخوف اكون رميت اغراضنا. شوفوا احنا لازم نرمي هون، ننظف الاريا هذه بالكامل ونرميها، بعدين نطلب السياره. السياره الزباله بتجي بتشيلهم، ولكن احنا للاسف دفعنا 150 على حاويه اصلا فاضيه. طيب اوكي اوكي مشكله، لازم نشيل هذه الشغلات كلها ونرميها بالزباله. طيب شباب سوينا من النظافه مبدئيه، هيك شلنا الصناديق والخشب شوي اللي على الباب، ولكن حاليا لازم نعمل unpack delivered goods، يعني نعمل unpack الشغلات اللي اخذناها. حلو دخلت السياره علشان تجيب لي الشغلات اللي طلبناها. السياره خلاص سياره زباله راحت.
I'll find the delivered goods on the warehouse shelves. Okay, هذا ال oh. Oh, let's go. Okay. Okay, تمام حلوين. حلوين خلاص سكر لي الباب هذا صراحة سيارة ال والله كان لازم نجيبها علشان باقي معانا 2950. تعالوا نجرب ناخذ هذه الشغلات من هون ونحطها بالانفنتوري تبعنا. يا واحد اثنين كيو علشان ناخذ رو 1 اور مور باركينج لا اوكي وين بهاي ولا هاي ولا هاي ما بعرف يمكن هل تعمل ليفت ماوس ريموف ات ما بتعمل شيء ما بيعمل ولا شيء كار تراف هذا للسيارات اوكي هاي للزباله من على الفاضي والله شباب انا قاعد الف انا قاعد الف طيب اخذنا الحين البتاع كيف هيك وهيك طيب ليتس جو alright we're waiting for our first client اوكي we're waiting for the first client اصلا يعني المفروض بلش اوكي يلا استنى اول عميل وناخذ منه فلوس يا اخي انت شغلك تحت مش فوق بس شكله مطول ليجي الفيرست كلاينت صح ايش ماله كويس صديق ايش ما يعصاي صح والله على الفاضي هذه ما بتعمل ولا شيء في سياره جاي في سياره جاي شباب في سياره جاي وين من مسكر من هون مسكر هير كم ذا فيرست كلاينتس مسكر يا ويلكم يا ويلكم جيت بيمنت فور ذا هات هات فلوس جيب فلوس حبيبي دقيقه دقيقه اشغل لك الاضاءه اشغل لك طريق ايوه كمل 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 ايوه قدام 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 تعال 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 يسار 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 حتدعمني يسار الله ياخذك كنت راح تموتني جيب فلوس حبيبي جيب فلوس يا معفن يلا انقلع انقلع برا جيب فلوس ايه وين راحت يا الله والله يا شباب هذا يعني ليه ليه اول ما ركب راح رمز جيب فلوس ما جاب فلوس get payment from the client جيب فلوس لا ليش ما بده يدفع جيب فلوس هيا معفن يا معفن انقلع برا يلا يلا يا معفن يلا والله اقسم بالله لو اصير صايدك الا اقطع وجهك يا جماعه ترى انا مو فاتح جيب فلوس مش فاتحين احنا باركينج سبيل والله والله مش فاتح الباركينج انا سبيل يمكن يكون دفع لي بالكمبيوتر طيب ولا ايش تعالوا نشوف دفع لي امبلوي ما في لازم نجيب موظفين بعدين نقدر نغير يا ساتر نقدر نغير كل شيء نحط حواجز نحط هذه يصير يدفع فلوس قبل ما يفوت نحط ديكور نحط إضاءة ممتاز والله نقدر نحط إضاءة حاليا يعني خلي الإضاءة حاليا خليها خليها لما يدفعوا لي فلوس ونشتغل أعتقد نقدر ننام هون ما نقدر ننام كمان طيب خلي الصباح يطلع علينا ونشوف هذا البني آدم راح يجي يدفع ولا لا يصير خير ما بعرف وين كان هذا البني آدم طول الليل سهران وجاي حاليا حضرته علشان ياخذ السيارة ويمشي هاي سيارتك انت هذه ايس $10 ادفع $10 حبيبي ادفع $10 الله يخليك ادفع $10 $12 عليك بالساعة تعال ادفع ادفع حرامي حرامي يا جماعة ايش فيه تعال يا حرامي يا ابن الحرامية انت ادفع تعال ادفع
ادفع فلوس، ادفع فلوس الله يخليك. $47. It's a good idea to spruce up the area. والله حلو. Add to the reputation and increase the price of a parking space. $47 والله جميل. $47. تعال ادفع فلوس، تعال. هي 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 وقف وقف وقف، جيب دولاراتك. Let's go. Put three pieces of decor on the green area. اوكي اوكي حلو. تعالوا نشتري الديكورات بسرعة. والله جميل، حبيت ديكورات. ديكورات شوب ديكوريشن. نشتري 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 شجر رخيص. هذه ب50 وهذه ب50. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا ب200 ب200. تعالوا عشان توصلهم بسرعة هاي السيارة. افتح الباب هذا خليه مفتوح، خلي السيارة تيجي هيك، نزلهم بسرعة. خلينا نشوف في سيارات واقفة ولا لا. اهلا يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم. جيب فلوس. طيب يا اخي ليه 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 القذارة؟ ليش ليش ترمي على الارض؟ لا حول ولا قدر. لازم احط لكم سلة زبالة انا جنب السيارات، لازم احط سلة زبالة. والله هذه فيها فيها وسخ. يمكن عشان هيك. اي وين الكيس؟ ايوه ايوه وصلت الاغراض، وصلت الاغراض. ليتس جو. وصل 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 وصل. جيب الشجر جيب الشجر. هنحط ثلاث. طلب منا الديكورات يعني. طيب هذه الديكورات. يا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. ليتس جو اكزيت. نروح نحط الثلاث ديكورات. معنا الدنيا ليل بس احنا بنطلع فلوس، فعادي انه نشتغل كثير. من الشجر بليس. راح نحط واحدة هون. ليتس جو. واحدة هون. لازم لازم احافظ على بيئة جميلة. ليه ما شريت هنا واحدة؟ لازم اشيل اللي هناك والله، صح؟ مش مشكلة، تعالوا نشيل هذه اللي حطيناها في هذا المكان ونحطها ورا. طيب حاليا بيحكي لي ريتش ذا سكند ليفل، the second level of reputation. تمام، يعني هي تحت صورتي هنا. لازم نجمع 29 لايك علشان نوصل بسرعة. سو راح نوصلها بسرعة وارجع لكم. طيب شباب اخيرا وصلنا السكند ريبيتيشن، ولا مش عارف ايش كان اسمه. كان في حبة زبالة معلقة تحت هذا العمود، ما بعرف كيف طلعتها. المهم المهم الجاية عنا ان احنا نعمل $10,000، وهذا الشيء احنا لازم نقعد نستناهم. يجي الباركينج، يخلص من السهرة تبعته او من الجيمينج او من شغله وات ايفر، ويجي ياخذ سيارته ويمشي. واكتشفت شغلة انه اذا ما كنت انا قاعد حرفيا بستناه في هذا المكان يضل رايح. يعني مثلا خليني اورجيكم لما تيجي السيارة بتطلع، هذا طالع، هذا البني ادم طالع، او لا هذا هلا وقف، يا هذا طالع. اوكي تعالوا اورجيكم اذا انا ما كنت عند السيارة ايش راح يعمل. وساخ وساخة. اوكي بعيدة كمان بعيدة، هذا بسموه الحول. ليتس جو. بعيدة. اوكي شوفوا 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 شوفوا، عشان ما شافني، عشان ما شافني راح، وهيك انا بكون خسرت $40 بكل بساطة. سو راح نجمع 10,000 وارجع لكم، خليكم معي. انا صار لي ساعة قاعد اجمع فلوس ولكن على الفاضي. تمام، في شغلات اكتشفت انه كل ما طورنا في الباركينج بنصير ناخد لايكات زيادة، وبنصير ناخذ فلوس زياده. يعني مثلا نحط رود كونكريت، المكان اللي بيفوتوا منه بدل ما يكون هيك رمل، لا يكون كونكريت كمان. هذا الشيء بيكون اسهل للسياره انها تمشي براحتها. تمام، لانهم قاعدين يحطوني حاليا 50 49 48 مش عارف ايش، فهذا راح نصرف عليه 1000 والثاني 1500. احنا حاليا معانا 2600. تو راح نحط رود كونكريت وراح نعمل جراوند اسفلت. تمام، هيك احنا زبطنا، عملناه اسفلت مش كونكريت. معانا كمان راح نجمع كمان 1500 ونجيب الرود اسفلت. تمام، اللي هو راح يصير يعني حاليا هذا حاليا صار كونكريت. اوكي ولكن شوفوا الاسفلت كيف بصير شكله، جبار حرفيا جبار. وبيضل عندنا مشكله واحده صغير، شوفوا صار يعطينا 3 و6، صار المبلغ اكثر. كل ما طورنا في الباركينج كل ما صاروا يعطونا فلوس اكثر. اوه 73، عجيب. في عندنا مشكله انه الناس لما تنزل من سياراتها ترمي زبالة،
اضطر انا اني اجي ادور بين السيارات يا نفسك اشيل الزباله علشان الناس هذه قذره اصلا ارمي زبالتها من السياره اول ما تصفط. شايفين صرنا 267 لازم نجمع 267 ريبيتيشن علشان نقدر نخلصها. كل شيء حرفيا باللعبه هي عباره عن تايكون، اوكي باركينج تايكون ولا تايكون باركينج ولا مش عارف شو اسمه. طيب هذا معطينا 71 كمان حلوين. الحين صرنا نجمع اسرع واسرع، راح نجمع ال 10,000 ونطورها واورجيكم ايش عملنا من تطويرات. طيب شباب اخيرا وصلنا ليفل 3، عملنا كثير شغلات. حدثنا في واحد مكسر. يا معفن. يا مؤذي. يا معفن. المهم زي ما انتم شايفين بنينا السياج وحطينا اضاءات وحطينا هذا الشيء اللي مستحيل السياره تطلع منه الا لما تدفع، وكمان حطينا شجر وحولنا الشارع كله زي ما انتم شايفين لاسفل او عارف شو بتسموها في بلدكم. المهم صار في عندنا اسفلت والسيارات بتصفط بكل راحتها. ايوه ايوه اه، وحطينا الحواجز هذه عشان لا يرجعوا على الشجر، وحطينا الشجر كمان وحطينا اضاءات. باقي في عندنا هون نحط كمان سياج 2 ونطلع لليفل 3. يس ليتس جو. السياج هذه 2 سياج. اوكي نروح نحط اخر 2، تعال نحطهم من هذا الجهه اسهل واسرع. ايه زي ما قلت لكم وصلنا ليفل. اوه ما فينا احط هون. هذه راح تظلها مفتوحه يعني. اوكي يعني الحراميه ممكن يدخلوا من ورا. طيب مش مشكله. تعالوا نشوف ايش مطلوب منا بليفل 3. حرفيا بالليفل الثالث فتح لي منطقه جديده. وكمان نفس الشيء لازم نعمل كونكريت، ومن كونكريت نطلع لاسفلت، ومن اسفلت نعمل بس اعتقد انه فتح لي شغلات جديده. يا الله هذه كيف راح نشيلها كلها؟ او ماي جاد. طيب شباب الظاهر انه الموضوع مطول وراح نكبر اكثر واكثر، وزي ما انتم شايفين في بهذيك الجهه كمان مناطق ثانيه. شايفين؟ يعني هذه منطقه وهذه منطقه وهذه منطقة، فراح يصير الباركينج جدا كبير. اوه ماي جاد، اعتقد راح نطلع ادوار لفوق لانه شوفوا هذه كيف تصلحت. اول ما بلشنا باللعبة كان شكلها نفس هذه، وحاليا شوفوا كيف صارت. فاعتقد انه راح نطلع كمان طوابق لفوق. سو اعتقد لهون بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا حابين انه نكمل في هذه اللعبة اكتبوا لي تحت، واعتقد انه راح نكمل لانه لسه في كثير شغلات. راح نحط نفس هذه ولكن اوتوماتيك، يعني يدفع يطلع ويصير ياخذ تيكت من هون ويحط التيكت هون، يدفع ويطلع. وراح نطور الاوفيس تبعنا وراح نكبر الباركينج كمان 3 مناطق، 1 2 3، ويصير في عنا ادوار وطوابق ثانيه، والناس راح تزيد والفلوس راح تزيد اكيد. فاذا حبيتوها نفس ما حكينا اكتبوا لي تحت في التعليقات وراح اعرف من عدد اللايكات. سو اذا حبيت اللعبه انزل تحت حط لايك واشترك في القناه. باي باي.